إيراني واستولت على بعض الأماكن الحكومية اللي كانت تابعة لنظام الشاه واستقرت بالمكان، وبدأت الناس والشباب تتدفق على هذا المكان باسم المنظمة السياسية للشعب العربي الإيراني. في البداية فبدأت اختلافات تنشأ بين الفئات اللي موجودة. كونت أو موجودة في هذا المنظمة. فئة من الشباب اللي عندهم تطلعات وعندهم نوع من التفكير ونوع من العمل، واللي كان هدفهم التركيز على العمل الثقافي بين أوساط الجماهير العربية الأهوازية والعمل السياسي، فكان وبين مجموعة أخرى في المنظمة السياسية اللي كانوا رجال كبار في السن وكذا، وإلهم أيضا كانت مناصب في زمان الشاه البعض منهم، وحتى البعض كانوا مرتبطين بالساوات حتى، وهذا يجب أن يعني يقال للتاريخ. فبدأت تحصل احتكاكات وعدم تفاهم، مما أدى إلى انشعاب يعني انسحاب الشباب من هذه المنظمة وذهبوا إلى منطقة أخرى ومكان آخر، واستقروا به وأعلنوا عن المركز الثقافي العربي الأهوازي. نعم أستاذي العزيز، فاصل قصير مشاهدين الكرام ونرجع عليكم مرة ثانية. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، سألتك سؤال في البداية ولكن أشوف أن كان الجواب شوي غامض. أريد أكثر تسلط الضوء على أحداث ما قبل المجزرة، وبالضبط أريد منعتكم اللي تأكدون المظاهر اللي كانت المظاهر العنف اللي كانت قبل المجزرة، يعني هذا اللي كانت مشبوهة. أريد أشوف يعني كما سمعنا ما هي وجهة نظركم حول هاي المظاهر القليلة اللي كانت اللي استقلت من قبل السلطات لقمع كل الحركة. شوف أخي، هي مثل ما قلت لك أنا، يعني كانت هناك تظاهرات تطلع بالشوارع الطالب بإعادة الحقوق وكذا، وكلها كانت مظاهرات سلمية، منها أيضا ناس تتجمع أمام بيت ومقر آية الله آل شبير الخاغاني وتعبر عن رغبتها في حقوقها، في إعادة حقوقها، وبين فترة وأخرى تطلع مظاهرات لهذه الأسباب، كلها كانت مظاهرات سلمية. فقبل الأحداث بأيام، أحد المظاهرات اللي كانت تمر على باب المنظمة العسكرية السياسية اللي
نعم اللي أسسها النظام. نعم. منافسة. منافسة أو باتجاه المنظمة السياسية أو المركز الثقافي العربي الأهوازي. نعم. فكانت تمر من هناك المظاهرة ومرت على المسجد الرسمي لصلاة الجمعة للنظام. فخرجوا بعض الشباب يحملون القنابل اليدوية وهاجموا المسجد بالقنابل من وصار حريق وكذا من بين المتظاهرين. فالمظاهرات كلها كانت دائما تطلع سلمية، وحتى كان استياء وغضب من قبل الناس زين على العملة اللي قاموا بها الشباب، واختفوا هربوا واختفوا. نفذوا هاي العملية وراح. ففي بعض المعلومات انه هاي المجموعة اللي نفذت العملية مرتبطة بشخص كان يرتبط بمدن، وحتى يقال انه السلاح اللي حصلوا عليه القنابل اللي حصلوا عليها من مدني. فأنا قلت لك مدني كان مخطط براسه كيف يمكن يحصل على فرصة اللي تعطيه هاي الذريعة انه يقوم بالمجزرة. ايضا صبيحة المجزرة الاربعة السوداء. نعم. الفجر. نعم. تمر سيارة بيكان ابيض. نعم. بغرب المنظمة المركز الثقافي الإسلامي. نعم. اللي تابع للبسيج وللسفاه اللي سووه بالمحمرة مغابيل مثل ما قلت. نعم. المركز الثقافي العربي، وهدأت السيارة السرعة وقاموا برش المركز. نعم. وأيضا اختفت السيارة ولا ظل إلها أثر ولا عرفوا منه المنفذين. وايضا هاي خلقت نوع من الاستياء صبيحه هذا، لانه الناس طلعت للشوارع ومستاءة ومتذمره ليش قاموا بهذه العمليه وكذا. ف ذاك اليوم صار الهجوم على المركز، على المنظمه السياسيه العربيه للشعب العربي الايراني اللي كانت تسمى نفسها، وثم بالليل صار الهجوم على المركز الثقافي واحتقلوا اللي فيه، والشباب كانوا غامين باضراب اعتصام بالمركز على انه على العمل اللي صار يومته. نعم. واحتقلوا الشباب. وشوف قبلها قبل المجزرة ايضا. نعم. بيومين. نعم. صار اجتماع بالغائمية المحامرة بالفرمانداري. نعم. وحضر وفد ايضا من قبل آية الله العظمى الخاغاني. نعم. ومندوبين من ووجهاء وشخصيات معروفة بالمحمرة التقوا بمدني لمعالجة ودراسة الاوضاع. فمدني يعني قال بصراحة انه عندي اوامر من طهران انه يجب ان تقلق كل المؤسسات اللي ابتنت، المركز الثقافي. نعم. العربي والمنظمة السياسية للشعب العربي، وإعطاء تسليم السلاح من قبل المنظمة السياسية العربية للقوات الإيرانية لمدني، علما اللي احنا كنا نتردد على المنظمة السياسية ثلاث أربع شوزانيات. نعم. وبرنو